مشاهدينا، الحقيقة أنه صباح الخير يا مصر كان في قدم حلقة استثنائية من حلقاته امبارح، وبث مباشر لمدة 3 ساعات من دبي. نقلنا لحضراتكم تفاصيل كاملة عن الجناح المصري في معرض أكسبو دبي 2020. أول رسالة سلام في تاريخ مصر الفرعوني القديم، بالإضافة لأعمدة معبد أبو سمبل العتيق، هي أول حاجة بتستقبل زوار الجناح المصري في إكسبو دبي 2020، وبالإضافة للقطعة الأهم والأبرز وهو تابوت الكاهن بسمتيك. والله حضرتك كل يوم بيبقى فيه إقبال كبير على الجناح المصري، وبالذات أنا لاحظت ده على التابوت اللي هو قدامنا ده، وبيبقوا حريصين على التقاط الصور مع التابوت، وبعد كده بيعملوا أبلود للصور بتاعتهم، فده بينتشر بشكل سريع في كل وسائل الإعلام. ويعتبر التابوت هنا دعاية كويسة للسياحة المصرية. دلوقتي عندنا هنا الحارس كا اللي كان بيحرس مقبره توت عنخ امون. مظبوط، احنا هقول لكم قصه الحارس كا. دلوقتي المصريين القدماء كان قبل ما نعرف القصه، يمكن انا شايف في تسلسل في العرض، يعني تحت احنا شفنا نسخه طبق الاصل من يعني اقناع الملك توت عنخ امون، اصغر فرعون حكم مصر، والتسلسل اللي انتوا طلعتوهم فوق علشان يعرفوا بقى قصه الحارس كا. مظبوط، احنا حطينا تحت جزء من مقتنيات توت عنخ امون، زي التابوت بتاعه اللي من ذهب، زي الماسك بتاع توت عنخ امون، الكرسي العرش بتاعه، فقلنا كمان ان احنا لما نطلع فوق نجيب برضو حاجه تبع توت عنخ امون، وهو الحارس اللي كان بيحمي مقبره توت عنخ امون. هما لقوا 2 من الحراس الكا اللي كانوا بيحموا مقبره توت عنخ امون، احنا جبنا واحد برضو منهم مقلد وقلنا نعرضه، ومتغطي بحيطه اسمها السرداب بفتحة صغيرة قوي، بحيث ان اي حد، دي كانت الفكرة، ان اي حد يحاول يسرق المقبرة يجي يبص من فتحة السرداب دي يلاقي الحارس كا. كانوا بيؤمنوا ان الحارس ده بتتملكه روح اسمها روح الكا، بتحوله لبني ادم ويبدأ ياكل ويشرب ويتحرك في المقبرة كلها ويحمي المقبرة ما تتسرقش. والجميل انه مش بس كده، ان هما كمان كانوا بيؤمنوا ان الروح دي زي ما هي بتحمي ان المقبرة ما تتسرقش، كمان كانت بتساعد الموميا نفسها ان هي لو محتاجة اي حاجة في مرحلة الانتقال من الحياة للحياة الاخرى، وكانت بتحمي الموميا نفسها جوه. موجودين مع حضراتكم من داخل آلة الزمن في إكسبو دبي 2020، وتحديدا في الجناح المصري، ومعايا ومع حضراتكم أستاذة نهى صيام، المنسق العام لمشاركة مصر في إكسبو 2020. لو تشرح للناس ببساطة أكتر إيه هي آلة الزمن، وبتقدم إيه للزائر اللي موجود داخل الجناح المصري في إكسبو دبي 2020؟ بالنسبة لآلة الزمن، هي واحدة من الـ 14 منطقة اللي جوه الجناح المصري، وتعتبر يعني أكتر منطقة جاذبة للزوار الجناح، لأن هي فيها شكل ترفيهي كبير. الهدف منها ان هي بتعرض مصر بشكل في يعني لعبة لطيفة للأطفال، سيميوليشن 3D، ثلاثية الأبعاد. ثلاثية الأبعاد بالظبط. بتاخد زي شوتس في مصر، او يعني بتصور مصر من تاريخ قديم، تاريخ فرعوني، وبعدين بتنتقل بعد كده وسط القاهرة، وسط البلد بالتحديد، في أزمنة يعني بعد كده مثلا في الخمسينات في الستينات، بتمشي بالوقت لحد ما بنوصل لمصر الحاضر ومصر 2030، وفي الآخر خالص بتورينا المستقبل اللي احنا عايزينه لمصر والجمهورية الجديدة اللي احنا بنحلم بيها، وطبعا شكل بقى العاصمة الإدارية الجديدة، وبشكل عام يعني مصر هتكون عاملة ازاي.
الحقيقه الجناح المصري يعني من ساعه ما بدا والحمد لله في اقبال عالي جدا. يمكن في السوفت اوبننج او في اول يوم فتحنا فيه استلمنا اكثر من 10,000 شخص، والزوار كلهم مرحبين جايين من كل الجنسيات ومن اكبر الاجنحه. يعني قدامنا جنبنا هنا جناح الدوله العربيه السعوديه وجناح دوله الامارات العربيه المتحده، ويعني المنطقه هنا كلها في منطقه الفرص باللون الاورنج ما شاء الله، يعني في اقبال كبير جدا، يعني الاف الزوار يوميا. التراث اللي عندنا التراث القديم، الناس طبعا عندها الاميزنج فاكتور او الواو فاكتور، الناس كلها مندهشه بالتراث الفرعوني. اكيد ده طبعا هينشر السياحه في مصر ويزود اقبال الزائرين بمصر بنسبه كبيره جدا. عندنا كمان بعض المشاريع القوميه بما فيها المدن الجديده بتعرض على الشاشات هنا قدامنا، العاصمه الاداريه الجديده طبعا الناس مندهشه جدا منها، كمان منطقه قناه السويس واسماعيليه الجديده. دلوقتي قناه السويس تعتبر ممر ملاحي يعني مائي عالمي، وكمان بيربط العالم كله وجميع القارات ببعضها، في نفس الوقت يعني تعتبر مركز تجاري دولي، وده اكيد طبعا هيساهم في الدخل القومي باذن الله.